السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني الكرام متابعي قناة من آخر خلاص، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم وانتهاء الجولة 14 من الدوري الإسباني اليوم الخميس 10/11/2022. متابعيني الكرام، اليوم رايو فايكانو تعادل أمس سيلتا فيجو 0-0، وفالنسيا فازت على ريال بيتيس 3-0. أحرز أهداف فالنسيا أندريا ألميدا في الدقيقة 63، هوغو غايامون ضربة جزاء في الدقيقة 81، وجوستن كولفرت في الدقيقة 93. ريال مدريد فازت على قادش 2-1، احرز دفاع ريال مدريد ادير ميليتاو في الدقيقة 40 وتوني كروس في الدقيقة 70، هدف قادش في الدقيقة 81 عن طريق بيريز. متابعينا الكرام، خلينا نتعرف على المباريات السابقة في الجولة 14. الجولة بدأت يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2022، اليتشي خسرت من جيرونا 1-2، اتلتيك بلباو فازت على ريال مدريد بلد الوليد اسف 3-0، وسوسونا خسرت من برشلونة 1-2. يوم الأربعاء 9/10/2022، الميريا فازت على ختافي 1-0، إشبيلية خسرت من ريال سوسيداد 1-2، وإسبانيول خسرت من فياريال 0-1، وميوركا فازت على أتلتيكو مدريد 1-0. خلينا نتعرف الآن على ترتيب فرق الدوري الأسباني وترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الدوري الأسباني المركز الأول برشلونة 37 نقطة، ريال مدريد المركز الثاني 35 نقطة، ريال سوسيداد المركز الثالث 26 نقطة، أتلتيك بلباو المركز الرابع 24 نقطة، اتلتيكو مدريد المركز الخامس ب 24 نقطة، ريال بيتيس المركز السادس 24 نقطة، وساسونا المركز السابع 23 نقطة، رايو فايكان المركز الثامن 22 نقطة، فياريال المركز التاسع 21 نقطة، فالنسيا المركز العاشر 19 نقطة، مايوركا المركز 11 19 نقطة، بلد الوليد المركز 12 17 نقطة، جيرونا المركز 13 ب 16 نقطة، الميريا المركز 14 16 نقطة، ختافي المركز 15 14 نقطة، اسبانيول المركز 16 12 نقطة، سيلتا فيجو مركز 17 12 نقطة، اشبيليا المركز 18 11 نقطة، قادش المركز 19 11 نقطة، وايتش المركز 20 والاخير ب 4 نقاط. متابعين الكرام، خلينا نشوف كده ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة المركز الاول 13 هدف، المركز الثاني بورخا لاعب ريال بيتيس 8 أهداف، وفيتات موريكي لاعب مايوركا المركز الثالث، إياغوس باس لاعب سيلتا فيجو 7 أهداف، وخوسيلو لاعب اسبانيول المركز الرابع، برايس مينديز لاعب ريال سوسيداد سجل 6 أهداف، وفيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، ولويس افيلا لاعب اوساسونا، وفينيسيو جونيور لاعب ريال مدريد. متابعينا الكرام، بالنسبة لصناع الأهداف، متصدر صناعة الأهداف ميكيل ميرينو لاعب ريال سوسيداد صنع 6 أهداف، المركز الثاني عثمان ديمبلي لاعب برشلونة صنع 5 أهداف، والمركز الثالث روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة صنع 4 أهداف، ورودريجو لاعب ريال مدريد، وهوغو لاعب فالنسيا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد دور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.